السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم شباب وبنات أولى ثانوي مع امتحانات الرسمية اللي وردت في كتاب ليكسبير لمسيو عماد هودي. هنبتدي على طول إن شاء الله في الفيديو ده، هنحاول نحل مع بعض امتحان رسمي جم في سنة 2017 وهنحاول نحلهم مع بعض وإن شاء الله تكون الأمور سهلة. وإحنا بنحل كده نبدأ نتكلم على التكات والحركات والخداعات والتريكس اللي ممكن تفكر فيها وتركز عليها وإنت بتشتغل. هنبتدي مع بعض على طول إن شاء الله مع إكزامان أوفيسيال نيميرو أن، الامتحان الرسمي الاول. الامتحان ليه مواصفات ثابته وواحده وموحده، بتبتدي دايما بدوكيمون ا الوثيقه الاولى عليها كاتر فراز شوازي، فنركز جدا والاجابات بتكون موجوده نصا للي بيركز واللي ما بيستعجلش. جو مابيل نورما جو سوي فرانسيز، هنا عرفت ان دي بنت عشان هنا فرانسيز انها فرنسيه. جي 29 ان، عندي 29 سنه. جو سوي ماريي، ماريه متزوجه، واخده او اي عشان تعرف انها بنوته او ست. اي جي ان انفون، وانا عندي ان انفون طفل واحد، طفل ولد ها، عشان هنا واخده ان، هي كلمه انفون تمشي ماسكولين وفيمينين لكن بتغير قدامها ا وان. جو سوي جورناليست، انا صحفيه ا باري في مدينه باريس. جو نيم با فواياجي، ما بحبش اسافر. جو بريفير لير، افضل القراءه. لير هنا قالت بفضل القراءة. فيزيتي لي ميزي، وأزور المتاحف. اي الي او سينما، والذهاب إلى السينما. نورما أ بوان أون، نورا عندها كم سنة؟ هنا كتاب لي 29 بالشكل ده، مين يعرف يجيبها لي هنا؟ هتلاقي 28 29 30، طبعا واضحة إن هي 28. نورما ديتست، نورما بتكره. يا ترى هو قال لي هنا فوق بتكره؟ لا، هي قالت جو نيم با، ما بحبش. وهنا بنتكلم على السينونيم، المترادفات، يديك كلمة ويديك كلمة تانية تديك نفس المعنى بتاعها. فهنا لما تقول ما بحبش وهنا بتقول بكره، الاتنين يدوني نفس المعنى. هنا قالت ما بحبش أسافر، يبقى هي ديتست لي ميوزي ولا لي فواياج ولا لي سينما. هنا لي فواياج، هنا قال لي فواياجي كفيرب كفعل، هنا قال لي لي فواياج السفر أو الرحلات كاسم جمع. نورما ايه؟ نورما تكون جورناليست ولا بروفيسور ولا ميدسان، واضح جدا ان هي قالت على نفسها انها جورناليست. نورما ايه؟ انجليز فرانسيز ايطاليان، هي قالت على نفسها جو سوي فرانسيز، يبقى هي الاجابه فرانسيز. دوكيمو الثانيه بتكون عليها كاتر فراز فري وفو، صح وغلط. موا سي اما، موا اللي هو انا، سي اما انها اما، انا اما. تو لي سامدي، كل سبت. جي ان رونديفو، عندي موعد. افيك مي فوازين، مع جيراني، هنا جيراني ستات او بنات. دو كارتييه، اللي موجودين في الحي. او كلوب، بنتقابل مع بعض في النادي. ا 14، الساعة 14. نوزالو ا لا باتينوار، نذهب الى باتينوار، ملعب التزلج. بور فير دو باتان، لكي نتزلج على الجليد. ا 18، الساعة 18، ناخد بالنا من الساعات الكبيرة دي. اون فا او سوبر مارشي، بنروح السوبر ماركت. جادور لي سامدي، جادور لو سامدي، انا بعشق يوم السبت. اما ام لو سامدي، اما بتحب السبت، هي قالت ادور وهنا ام والاثنين يؤدوا نفس المعنى، هتكون الجمله فري. اما فا او كلوب ا 6 دو سوار، بتروح النادي الساعه 6 مساء، هي قالت بنروح النادي الساعه 14، الساعه 14. طب 14 هنا جايبها لي بالرقم الكبير، هنا جايب لي 6 بالرقم الصغير، نعرف هي دي متطابقة ولا لا؟ ببساطة بنجيب الرقم الكبير ونشيل منه 12، 14 نشيل منهم 12، هيتبقى الساعة 2، يبقى هنا الساعة 2 بعد الظهر، وهنا بيقول لي 6 وهتكون الجملة فو، غلط. إما بريزونت سا فامي، إما بتقدم عيلتها ولا جابت سيرة عيلتها بأي حاجة، طبعا هتكون الفراز فو. إما فا لا باتينوار افيك سي فوازين، إما بتروح ملعب التزلج افيك سي فوازين، مع جارتها. طبعا قالت بتتقابل الفوازين او كلوب، وبعدين اتكلمت بصيغه نو، نحن نذهب الى، يبقى الفراز هنا هتكون فري. السؤال الثاني في الامتحان يا شباب بيكون شوازي لا بون ريبونس، اختار الاجابه الصحيحه، وبيكون عباره عن سيتوياسيون، مواقف. بنقرا الموقف جيدا، واهم شيء في الموقف هو اول نقطه واخر نقطه اللي بتحددك الكلام على لسان مين. تويام ليغ، بيكلمك اهو، انت تحب ان تقرا. اي سور في سور انترنت، وتتصفح على الانترنت. او ليسي في المدرسه. تو دي، ايه الجمله اللي انت هتقولها؟ جوفي او تيران دو سبور، رايح ملعب الكوره او ملعب الرياضه.
جوفي او جيمناز رايح الجيمناز صالة الألعاب البدنية، ولا جوفي او سي دي اي؟ ايه المكان من دول يا شباب اللي هيمارس فيه لير القراءة والتصفح الانترنت؟ طبعا سي دي اي هو السنتر دو دوكيومنتاسيون اي دانفورماسيون، صالة الوسائط الذكية او صالة الوثائق والمعلومات اللي بيكون فيها كتب وانترنت وهكذا، وهيكون ده الاختيار المناسب. كي اي لو ماري دو تا تونت؟ ده سؤال. كي هو من يكون لو ماري دو تا تونت زوج عمتك؟ من هو زوج عمتك؟ طبعا باختصار طالما زوج عمتي هيكون سي مون اونكل عمي. تو ديكري، ومهم جدا جدا جدا، ديكري يعني يصف، انت بتوصف تا سير اختك، مش هيكون عايز اسمها ولا سنها ولا اي حاجة عنها، عايز عنها ادجكتيف. بتوصف اختك تو دي هتقول ايه؟ إيل آلي شيفو شتا. خد بالك انت بتوصف اختك بنوتة وهنا مستخدم إيل كده نسف الجملة. ألي بلوند إيمانس، هي شقراء ونحيفة. ألا كانزون، عندها 15 سنة. طبعا واضح جدا الإجابة اللي هي ألي بلوند إيمانس. أنا ميتو دو موند دو ديكرير تا كلاس، صديقك بيطلب منك ان انت ديكرير تصف، وبأكد عليها تاني، توصف فصلك. إيل دي ان زميلك بيطلب منك ان انت توصف الفصل، يا ترى انت اللي هتقول ولا هو؟ بيقولك هو اللي هيقول. ايه الصيغه اللي هو هيطلب بيها؟ ما كلاس يا سوبر، فصلي رائع. كومون اي تون ليسي، كيف تكون مدرستك؟ كيس كيليا دون تا كلاس، ماذا يوجد في فصلك؟ طالما هو اللي بيطلب يبقى هو بيقول سؤال، وهو السؤال ده المتعلق بالفصل. كيس كيليا دون تا كلاس، ماذا يوجد في فصلك؟ تو دوموند ا ان كوبان سيز اكتيفيتي، انت بتسال زميلك عن أنشطته بور سي الوزير في أوقات الفراغ. إيل دي، أنت سألته هو هيقول. موا جو بريفير أليو سينما، أفضل الذهاب إلى السينما. جو في أو ليسي أ سيتور ترونت، بروح المدرسة الساعة 7:30. كيل أكتيفيتي تو في بور تي الوزير، طالما أنا سألته هو هيقول الإجابة، والإجابة الوحيدة هنا هي بفضل الذهاب إلى السينما. Tu indiques le nombre de personnes pour ta famille. Tu indiques، أنت توضح، verb indiquer توضح، أنت توضح أو بتذكر أو بتقول. Le nombre de personnes، عدد الأفراد أو الأشخاص، dans ta famille، في عيلتك. Tu dis، هتقولها إزاي؟ J'ai une petite famille، عندي عيلة صغيرة. Ma famille va à la montagne، عيلتي تذهب إلى الجبل. Il y a 6 personnes dans ma famille، يوجد 6 أشخاص في عيلتي. طالما قال لك نمبر يبقى لازم الإجابة فيها نمبر، وهي دي الإجابة الصحيحة. تو دوموند ان امي، انت بتسأل صاحبك لو نمبر دو دوا، عدد الصوابع، دون لا ما اللي في الإيد. خد بالك ان هنا انك قال لك لا ما، عدد صوابع في الإيد الواحدة. إيل دي، خلاص بيقول لك انت سألته، نركز، هو هيقول سؤال ولا إجابة؟ أكيد إجابة، لأن انت سألته السؤال. طيب إيه الإجابة اللي بتسأل على عدد صوابع اليد؟ جي سانك دوا دون لا ما، عندي 5 صوابع في ايدي. دون شاك ما، في كل ايد، اليا دي دوا، يوجد 10 صوابع. كومبيان دو دوا اليا دون تاما، كم عدد الاصابع الموجوده في اليد؟ طبعا الاجابه الوحيده الصحيحه هي جي 5 دوا دون لاما، عندي 5 صوابع في اليد. السؤال الثالث يا شباب في الامتحان بيكون شوازي، وهو بيكون عباره عن اسئله جرامير، 7 جمل جرامير. الجمله وكلهم بيكونوا شوازي طبعا. مامير A، مامتي تكون. قبل ما أبص على الإجابات لازم أبص على الكلمة اللي هنا. أمي كلمة مفرد مؤنث، A تكون، يا ترى تكون إيه؟ رو، روس، روس، هما التلاتة بمعنى اللون الأشقر أو الأصهب، الأصهب اللي هو مائل للأحمر، تمام؟ رو مفرد مذكر، روس مفرد مؤنث، روس جمع مؤنث. وأنا هنا بتكلم عن مامير، بالتالي هتكون الإجابة الصحيحة الوحيدة هي روس. مامبير A une barbe، بابايا مفرد مذكر، آ لديه أو عنده، إين باغب، باغب اللي هي لحية، دقن، والدقن هنا مؤنث. يا ترى الصفة اللي هتوصف هنا هتوصف الدقن ولا هتوصف الأب؟ أكيد هتوصف الدقن. طيب خلينا في الدقن، الدقن هنا كلمة فيمينا، كلمة مؤنثة، بالتالي لازم أجيب بعدها صفة مؤنثة. تعال معايا كده، هتلاقي بلون ماسكولا، بلونش فيمينا بلوريال، بلونش فيمينا، الوحيدة الفيمينا هي كلمة بلونش. voici point famille، كلمة فامي هتاخد مو ولا ما ولا مي؟ طبعا فامي واحد هيقول لي الفاميلي أو العيلة، فيها أفراد كتير فهتكون جمع، فهاخد مي، هقول له غلطان يا برنس.
ما بنتعاملش مع الأسماء بعدد الأفراد اللي جواها. يعني لما أقول لك مدرسة ما تقوليش المدرسة فيها فصول كتير أو فيها تلاميذ كتير، لا، هي مدرسة واحدة. العيلة هي عائلة واحدة، يعني مفرد مؤنث، بالتالي هي مفرد مؤنث هتاخد ما فامي. اون فاكونس في الأجازة جو في بوان مونتاني، طبعا مونتاني مكان فيمينا زيه زي كومباني. هتاخد ايه يا كومباني انت ومونتاني؟ الأماكن الفيمينا يا شباب هتاخد ألا، لأن أو بتيجي مع الأماكن الماسكولان وأ بتيجي مع المدن. نو لأ، النابا أو هنا نركز جدا، هنا كلمة أونك آخرها إس، أي حد هيبص على الإس هيروح على طول مختار دي، وهتبقى غلطة شنيعة. إلا إنك لازم تاخد بالك من النيجاسيون النفي، ودي نقطة مهمة يا شباب. في حالة النفي بنو با بيجي بعد البا دو أو دو أبوستروف، هنا هتبقى دو أبوستروف علشان خاطر أونك الأول حرف فويل. بعديها بوان أون فا أو تيران دو سبور، هنا بقى البرونوتونيك ضمائر التوكيد. إيه هو ضمير التوكيد المناسب مع أون؟ اتفقنا وإحنا بنشرح إن ضمير التوكيد مع أون هو نو، ودي نقطة ناخد بالنا منها. وإحنا بنصرف الفيرب مع أون زي كده بنصرفه مع إيل، كأن أون بتساوي إيل في المفرد، لكن لما نجيب مع أون ضمير توكيد بنجيب الضمير نو. Il point bon en français. هو ايه جيد في الفرنسي؟ il suit il est il est. طبعا واضحه جدا ان هي il est اللي هي est verb être. السؤال الرابع يا شباب عباره عن ايميل، والايميل بيكون عباره عن سؤالين او ثلاث اسئله انت بتاخد عليهم ثلاث درجات، تمام؟ السؤال هنا الايميل الاول بيقول لو ماردي يوم الثلاث tu as quelle matière، انت عندك ايه انهي مواد. ببساطه شديده جدا سالك ب tu as، التو في الإجابة هتحول إلى جي أبوستروف، وبعديها هتحول إلى أي، يبقى جي أنا عندي إيه بقى يوم الثلاث؟ هقوم قايل له كده لو ماردي جي يوم الثلاث أنا عندي جي أونجلي بوان فيرجول فرونسي فيرجول مات فيرجول عرب، عندي كذا وكذا وكذا وكذا. هيسألني السؤال الثاني إيه كومبيان دو كور، كم عدد الحصص تويا اللي عندك؟ ببساطة تويا هتحول إلى جي أنا عندي، وادله أي رقم وليكن ويت كور 8 حصص. يبقى أنا كده جاوبت إجابة نموذجية، وطبعا ما نسيتش كلمة سالون اللي قالها لي في الأول أردها عليه في الأول. الموضوع بيكون عبارة عن موضوع مطلوب منك تكتب فيه أربع جمل، وبيديك موضوعين تختار منهم واحد. طبعا إحنا كنا عملنا في الفيديو اللي فات الموضوعات تفصيليا، هنا هديك بس فكرة الموضوع. ديكري سو كيليا دون تا كلاس، اوصف ماذا يوجد في فصلك، ومديك كلمات مساعدة زي تي ان اي اللي هي السبورة الذكية، سكيلت الهيكل العظمي، بيرو المكتب. طبعا الموضوع سهل جدا، بنقول دون ما كلاس إليا في فصل يوجد كذا 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 اند كذا، او مش اند طبعا هي ايه كذا، تمام. انجاج اون كونفرساسيون سور لو شات، اعمل كونفرساسيون محادثة او محادثة يعني او حوار سير لو شات على الشات افيك ان كوبان سير سون ليسي، مع واحد زميلك على المدرسة. هتتكلموا في الديالوج ده عن الكلاس وعن الكور وعن السي دي اي. طبعا الشات بيكون عبارة عن ديالوج، بتسأله كومبيان دو كلاس، كم عدد الفصول اليا دون تون ليسي الموجوده في فصلك؟ هيرد عليك ويقول لك اليا 20 كلاس، يوجد 20 فصل. هترد تساله اليا اون كور، يوجد فناء دون تون ليسي؟ هيرد يقول لك وي اليا دو كور، ايوه في 2 فناء. وبعد كده هتقول له موا دون مون ليسي، في مدرستي اليا ان سي دي اي، يوجد سي دي اي. الامتحان الثاني بيقول بيير أريف أو ليسي، بيير يصل إلى المدرسة أويتر الساعة 8 موان لو كار، نركز هنا في التفاصيل دي، 8 موان لو كار إلا ربع. إل كومونس لي كور، بيبدأ الحصص أويتر الساعة 8 بالظبط. إلا ويت كور بار جور، عنده 8 حصص بار جور في اليوم. دو ميدي منذ الساعة 12 الظهر، أونور إي دومي حتى هنا دو من إلى من نص، من الساعة 12 إلى الساعة 1:30 سي لا ريكري، ساعة ونص ريكري، ريكري اللي هي البريك الفسحة. مي ولكن لوي إل ديجونا ميدي إيكار، هو بيتغدى، هنا فيرب ديجوني يتغدى، أ ميدي إيكار الساعة 12 وربع، إي إل ترمين ليكور وبيخلص حصصه أ 3:30 الساعة 3:30. شوازي أ ديزور الساعة 10 بيير إي، بيير يكون ألا ريكري أو سي دي إي أون كلاس،
أكيد هيكون on class الساعة 10 لأنه بيكون في حصص في المعاد ده. نقط de Pierre et à midi أو à 12h écart. Le dernier cours الحصة الأخيرة. Le déjeuner الغداء ولا le premier cours. طبعا اللي بيحصل 12 وربع لسه إلها هنا à midi écart. بالتالي هيكون le déjeuner الغداء. Les cours se terminent à الحصص verb se termine تنتهي. الحصص بتخلص الساعة كام؟ فوق قال لي الساعة 3:30. هنا هنشوفها ازاي. 3:30 الساعة 3:30 ولا ويتر الساعة 8 ولا ميدي الظهر. طبعا 3:30 اللي هي 3:30. بيير اوي كور. بيير عنده 8 حصص. بار موا في الشهر. بار سمان في الأسبوع. بار جور في اليوم. واضح جدا ان هي بار جور وياريت ما نتسرعش في الإجابات. سالو مونا. هاي مونا، ازيك يا مونا؟ en France في فرنسا les écoles françaises proposent de nombreuses activités scolaires aux élèves. في فرنسا المدارس بتقدم او بتقترح او بتعرض nombreuses activités انشطه عديده جدا انشطه مدرسيه عديده aux élèves على التلاميذ. نقطتين فوق بعض دول يعني تفصيل للمجمل. ايه التفصيل؟ زي الديسان رسم، ميوزيك، فواياج، فيستيفال طبعا موسيقى، فواياج سفر او رحلات، فيستيفال مهرجانات، فيت حفلات، تياتر مسرح وغيره. النقط دي يعني اكسترا وغيره. موا بالنسبه لي جادور لو تياتر انا بعشق المسرح. اون فرانس لي زيليف اون 8 سيمان دو كلاس التلاميذ عندهم 6 اسابيع دراسه. بوي ثم 2 سيمان دو فاكونس ثم اسبوعين اجازه. الزون 8 سيمان دو فاكونس عندهم 8 اسابيع اجازه. Les élèves vont aux écoles. التلاميذ يذهبون إلى المدارس. Tous les jours. كل الأيام sauf. تعالى عند sauf وقف. ما عدا. وكلمة مهمة جدا. Sauf le samedi. ما عدا السبت. Et le dimanche. والحد. C'est le weekend. هو ده الويكند en France. هو إيه؟ samedi. dimanche. En septembre. في شهر سبتمبر. C'est la rentrée des classes. بتكون العودة للدراسة. Et toi وانت. Parle-moi de tes activités. كلمني عن أنشطتك المدرسية on Egypt. طبعا اللي كتبت الكلام ده بنت اسمها زوي والكلام ده مبعوث لبنت اسمها منى. on Egypt les élèves ont 8 semaines de vacances en été. في مصر التلاميذ عندهم 8 أسابيع أجازة في الصيف. طبعا ما جبناش سيرة مصر خالص في الموضوع، سيبنا من المعلومات الموروثة اللي احنا عارفينها. الكلام هنا كله عن فرانس. طبعا هنقول الإجابة فوق. le samedi les élèves français التلاميذ الفرنسيين ne vont pas aux écoles لا يذهبون إلى المدرسة le samedi. هنشوف كده أيام الأجازة لقينا samedi دي إجابة صحيحة لأن فعلا هم مش بيروحوا. il y a beaucoup d'activités aux écoles en France. يوجد أنشطة كتير في المدارس في فرنسا. إجابة واضحة جدا وصريحة لأنه هنا قال nombreuses. هنا nombreuses بتساوي في المعنى كلمة beaucoup. هما الاتنين بمعنى كثير أو عديد. L'activité préférée pour Zoé, النشاط المفضل عند زوي c'est le théâtre. هي البنت قالت كده فعلا moi j'adore le théâtre. انا بعشق المسرح. وبالتالي هتكون اجابه صحيحه. Choisis la bonne réponse. Tu décris انت بتوصف le nouveau prof de maths المدرس الجديد بتاع الماث. طالما يا شباب قال لك décris لازم في الاجابه يكون فيها صفه. Tu dis هتقولها ازاي؟ Il s'appelle monsieur Pierre. اسمه بيير. Il est mince et grand. هو نحيف وطويل. Il enseigne l'anglais aux élèves. بيدرس انجليزي للتلاميذ. طالما بوصف يبقى بوصف والاجابه هتكون دي. Tu demandes à un copain ses goûts scolaires. بتسال صاحبك عن ses goûts ميوله الدراسيه. انت هتقول له. هنا بيقول لك انت تسال. انت هتقول. اكيد هتقول السؤال. فين السؤال بتاع الميول الدراسيه؟ Quel sport préfères-tu؟ الرياضه اللي بتفضلها. Quelle activité tu fais pour tes loisirs؟ الانشطه اللي بتعملها في اوقات فراغك. Qu'est-ce que tu aimes au lycée؟ ماذا تحب في مدرستك؟ طبعا دي الإجابة الصحيحة. En classe في الفصل tu trouves un taille crayon. أنت لقيت براية. Tu dis أنت هتقول le taille crayon est rouge. taille crayon لونها أحمر. C'est le livre de Marion. هذا إنه كتاب ماريون. À qui لمن est le taille crayon؟ لمن تكون هذه البراية؟ طبعا دي الإجابة الصحيحة. Tu décris ta classe. أنت بتوصف فصلك. خد بالك من décris. بتوصف فصلك. تو دي هتقول ايه؟ il y a une horloge sur le mur. يوجد ساعة على الحائط. j'ai des profs sympas dans la classe. عندي مدرسين لطاف في الفصل. il y a des terrains de sport et un CDI. يوجد ملاعب كورة ومركز وسائط ومعلومات. طبعا لا ده موجود في الفصل ولا وصف المدرس حاجة ليها علاقة بالفصل.
بوصف الفصل قلت حاجة من الحاجات اللي موجودة جوه الفصل. تو يور رونديفو ا ميدي، عندك ميعاد الساعة 12. تو اريف ا دوزير ترونت، توصل الساعة 12:30. تونا مي تو دي، صاحبك هيقول لك. تونا مي تو دي، صاحبك هيقول لك. اكسكيوزي موا ايل نيا با دو تاكسي، اعذرني ما كانش فيه تاكسيات. تو اريف ا تريزور، انت واصل الساعة 13. تو ايه اون روتار، طبعا هيقول لك تو ايه اون روتار. هنا خد بالك، صاحبك هو اللي هيقول لك، لو انت اللي هتقول اعذرني ما كانش فيه تاكسي، لكن صاحبك هيقول لك ايه يا عم انت جاي متاخر ليه. تو ايه اون روتار، انت تكون متاخر. تو دوموند لور ا انامي، انت بتسال الساعه لصاحبك. تو دي، تسال صاحبك عن الساعه يعني. تو اريفا كيلور، هتوصل الساعه كام. الي اون روتار، هو متاخر. كيلوريتيل، طبعا ده سؤال الساعه الطبيعي، بتسال عن الساعه عموما. كيلوريتيل انا ميتو دوموند ترانسبور بريفيري، صاحبك بيسالك عن رياضتك المفضله. ال دي، هو هيقول، خد بالك ان هو بيسال، هو هيقول سؤال. كيل سبورت يام، هي دي الاجابه الصحيحه من غير ما نكمل. شوازي بوان افير، هنا كلمه افير اخرها اس. تويا دون لو ساك، هنا كلمه افير خدناها بمعنى اغراض او اشياء، وهي جمع مؤنث، وهنا لازم تبقى عارف بانها جمع مؤنث ولا جمع مذكر، لان عندك دي ودي، وبالتالي طالما انا قلت انها جمع مؤنث هتكون الاجابه الصحيحه كال، اللي فيها دوزال اس. كومبيان، عارفين وحافظين ان كومبيان لازم يجي بعديها دو، ويا اما دو اللي هي دي او او تبقى دو ابوستروف. هنا ليفر اخرها اس واولها ال، هنا بالتالي هناخد دو من غير تفكير. الناس اللي مش هتركز هتلاقي ليفر اخرها اس هتاخد دي، وهيبقى غلطه كبيره يا شباب. جيكري افيك، انا بكتب باستخدام ما دروات، يد يمنى. هنا كلمه ما هتلاقيها في ميناء مؤنث، ودروات واخده او عشان هي مؤنث، بالتالي مؤنث هتاخد لا مان دروات. اليا دي رومون، يوجد روايات نقط سي دي اي. سي دي اي من الاماكن المذكر لانها بادئه بسونتر، سونتر كلمه مذكر، بالتالي هتاخد او سونتر. زي دي اولي سي ايل نيا با، برضو النفي، نيا با طالما فيها با لازم يجي بعديها دو، ما تغرش ان في هنا اس. نيا با دو تيران، لا يوجد ملاعب. بارل موا، كلمني. دو عن، كلمه امي الجيريان، صديقتك الجزائريه، مفرد مؤنث، بالتالي المفروض تاخد تا، هتيجي تاخد تا هقول لك غلط. اشمعنى؟ لان كلمه امي كلمه مفرد مؤنث ولكن مبدوءه بحرف فويال، بالتالي هتاخد تون امي الجيريان. تي بوان اكسلون اون انجلي، طبعا تي واضحه جدا، انت تكون ممتاز في الانجليزي. ريبون ا سيت ايميل، جاوب او رد على هذا السؤال. او فا تي بور تي فاكونس، طبعا سالو هنكتبها زي ما هي سالو، اين تذهب في اجازتك. هو بيقول لي هنا او اين، لازم الاجابه يكون فيها مكان. هقوم قايل له جو في، التي هتحول الى جو والفا هتحول الى في، وبعدين اكتب له اي مكان. ا الكسندري، ا لا كومباني، ا لا مونتاني، شي مي جران بارون، عند اجدادي، اي مكان انا عايزه. هنا افيك كي، مع مين؟ هقول له افيك مي بارون، او افيك ما فامي، افيك مي زامي، مع اي شخص، او مع احمد، افيك احمد، وهكذا. جمل سهله جدا واسئله سهله، المهم نفهم معنى السؤال ونجاوب عليه ببساطه. الموضوع الثاني، مديني موضوعين عشان اجاوب واحد فيهم. انجاجين كونفرساسيون افيك ان كوبا، محادثه مع زميل. سور لي زكتيفيتي بريفيري، حول الانشطه المفضله. اي سي الوزير واوقات الفراغ، ايه اللي بنعمله في اوقات الفراغ، زي كلمه فوتبول وكلوب وكوبا. طبعا هساله كيس كو تي في، ماذا تعمل بور تي الوزير في اوقات فراغك. هيقول لي جو في او كلوب، هقول له بوركوا، هيقول لي بور فير بور جوي او فوتبول، عشان العب فوتبول. هيقول لي ايتوا، وانت، هقول له مثلا جو سور، انا بخرج، او جو في او سينما، بروح السينما افيك مي كوبان، مع زملائي. الموضوع الثاني، بارل دو تي جور بريفيري، اتكلم عن ايامك المفضله او ليسي في المدرسه. اي اوسي دو تي ماتيير بريفيري، وكمان عن المواد المفضله. طالما قال لك يومك المفضل هقوم قايل له جو بريفير لو لاندي، انا بفضل يوم الاثنين. باسكو، لان جي كور دو فرونسي، عندي حصه فرونسي. دو كور دو سبور، حصتين بي اي او رياضه. اون ان كور دو ميوزيك، حصه ميوزيك. مواد المفضله هقوم قايل له جو بريفير لو فرونسي، اي جادور لي مات او لونجلي وغيره. الامتحان الثالث مديني الشكل ده، واحنا عرفنا ان الشكل ده عباره عن ايميل دو من ارتور ا الى فريد. بيقول له سالو،
ميرسي بور تون جونتي ميل، شكرا للايميل الجونتي اللطيف بتاعك. اي تاجولي فوتو دو فامي، وصوره عائلتك اللطيفه او الجميله. تو يا اون فامي سامبا، انت عندك اسره جميله. Je suis content d'avoir، انا سعيد ان اكون ان يكون لدي ان كوبان ايجيبسيان، زميل مصري. Moi aussi، انا ايضا. J'ai une famille de 6 personnes، انا عندي عائله من 6 اشخاص. ناخد بالنا من كلمه ايضا دي. Moi aussi، تمام يا شباب، انا ايضا. وما قالوا انا عندي عائله من 6 اشخاص. مين هم 6 اشخاص؟ لو بير مارتان، الاب مارتان، لا مير جولي، الام جولي، لي دو سور، الاختين، عنده اختين اتنين، اللي بيتكلم طبعا اسمه ارتور، اختين واحده اسمها ماريون والتانية اسمها ليا. اي لو بتي فرير، واخويا الصغير فيليب. يبقى ولدين وبنتي واختي واخين واختين والاب والام. بيقول الويك اند، في الويك اند سي لو سامدي اي لو ديمونش، الويك اند عندنا هو يومين، سبت وحد. لو سامدي جو في على بيسين بور ناجي افيك لي كوبان، بروح البيسين عشان اسبح او اعوم مع زملائي. لو ديمونش جو سور افيك لا فامي، بخرج مع عائلتي او سينما او كلوب او النادي، بنروح السينما او النادي. اون ايتي، في الصيف جو في شي مي غران بارون، بروح عند اجدادي ا مارسيلي، في مدينه مارسيليا. ا بلس، الى اللقاء. En vacances d'été، في أجازة الصيف أرتور va. أرتور va فين؟ تعال كده نشوف مع بعض. وقالها آخر جملة en été، في الصيف بروح chez mes grands parents à Marseille. au club ولا à la piscine ولا à Marseille، واضحة جدا ان هي à Marseille. Arthur ne va pas à l'école، أرتور لا يذهب الى المدرسة. le samedi le mardi le vendredi، طبعا ما ناخدش ان الاجازة عندنا الجمعة، فهتكون هناك الجمعة. الاجازة هناك هي سامدي وديمونش، فنشوف اني يوم من دول اللي موجود. موجود لو سامدي، وهو ده الاجابة الصحيحة. لا مير دارتور سابيل، مامة ارتور اسمها، هو هنا قال ايه؟ لا مير جولي، فين مير؟ مير مير جولي، اهي دي الاجابة الصحيحة. لا فامي دو فريد، عائلة فريد اه 5 بيرسون 6 بيرسون 4 بيرسون. اعرف عائلة فريد منين؟ لما الولد قال له هنا موا او سي، انا ايضا، انا عندي عيله من 6 اشخاص. كلمه ايضا دي هي اللي تديني الاجابه ان العائله بتاعت فريد هي كمان 6 اشخاص. القطعه الثانيه، جو مابيل شارلوت كوبي، جي سيزون، جابيت اليون فرانس. طبعا واضح الكلام، انا اسمي شارلوت، عندي 16 سنه، اعيش في ليون في فرنسا. جي اون جروند فامي، عندي عيله جروند كبيره. مون بير سابيل مارك، بابايا اسمه مارك. الى 45 عنده 45 سنة. إلي دكتور، هو طبيب. ما مير سابيل كلير، ألا 40 عندها 40 واسمها كلير. إلي بروفيسور دونجلي، هي مدرسة إنجليزي. جي أن فرير، عندي أخ. إل سابيل جوليان، اسمه جوليان. جوليان أ سيزون، جوليان عنده 16 سنة. جي أوسي دو سور، وعندي أيضا 2 إخوات بنات. ما ننساش هي واحدة ومعاها 2 تانيين، يبقوا في 3 بنات وولد واحد. البنات دول اسمهم ميشيل ادوزون، عندها 12 سنة، اي نويليا انوفون، عندها 9 سنين. لو بير دو جوليان اي بروفيسور، بابا جوليان بروفيسور، هي قالت باباها فين فين؟ إلي دكتور، تبقى الإجابة هنا طبعا فو. شارلوت ابيت ا باري، شارلوت تعيش في باري، هي قالت هنا جابيت ا ليون، أعيش في ليون، تبقى برضو دي فو. كلير اي لا مير دو شارلوت، كلير هو لا مير دو شارلوت، وي قالت ما مير سابيل كلير، هتبقى الفراز دي فراز فري. نويليا ا سيزون، نويليا عندها 16 سنة، هنا قال لي نويليا ا نوفون، عندها 9 سنين، وهتكون الإجابة دي فو. شوازي تو ديكري تا جران مير، أنت بتوصف جدتك. تو دي، خد بالك، بتوصف جدتك، يعني بتوصف واحدة ست كبيرة. ألي ديناميك، هي حيوية. ما مير إي مانس إي بلوند، هنا بيتكلم عن مير، ملهاش علاقة. إيلي سبورتيف، هو رياضي. الوحيدة اللي تنفع هي ألي ديناميك، هي حيوية أو نشيطة. Tu demandes à un ami son niveau en SVT، بتسأل صاحبك عن مستواه في الساينس. Il répond، هو هيرد. Tu aimes les SVT؟ Je suis très bien en SVT. J'ai de bonnes notes en maths. طبعا هنا bonnes notes في الماث ماليش علاقة بيها، ده السؤال اللي أنا المفروض أسأله، لكن هو قال لي il répond، هو هيجاوب يقول إيه؟ Je suis très bien، أنا جيد جدا في الـ SVT. Tu trouves ta trousse dans la classe، أنت لقيت مقلمتك في الفصل. Tu dis، هتقول إيه؟ La trousse est à mon copain، المقلمة بتاعت زميلي. Elle est à moi، إنها لي أو إنها تكون لي. C'est sa trousse، إنها له، مقلمته هو. طبعا إنها لي، لأنه هنا قال لك Tu trouves ta trousse، أنت لقيت المقلمة بتاعتك. Tu demandes à un ami، تسأل زميلك، son activité préférée pendant ses loisirs، تسأل زميلك عن الأنشطة المفضلة أثناء الوقت الفراغ. Il dit، هو هيقول،
انت سألته هو هيقول ايه؟ جام ايكوتي دو لا ميوزيك، بحب اسمع موسيقى. او تي فا بورتي الوزير، اين تذهب في اوقات فراغك؟ طبعا ده لا. في الاجازه جون في با او ليسي، لا اذهب الى المدرسه. دي برضو ملهاش علاقه. ليه علاقه؟ هي جام ايكوتي دو لا ميوزيك. تون جران بير جو او باسكيت او تيني ستودي، جدك بيلعب باسكت وتنس، بيلعب الاثنين. وجدك خد بالك انت هتقول il est hyper dynamique. طبعا il est hyper dynamique، هو نشيط جدا. خلاص الاثنين التانيين ملهمش علاقه. tu demandes à un ami، انت بتسال صديقك ses jours préférés، عن ايامه المفضله au lycée، في المدرسه. tu dis، خد بالك انت بتسال، انت هتقول اكيد سؤال، quel jour tu aimes au lycée. هي دي الاجابه الصحيحه من غير ما نكمل. tu demandes à un ami ses activités، بتسال زميلك عن انشطته pendant le weekend، خلال الويك اند. tu dis، انت هتقول ايه؟ خد بالك انت بتسال، انت هتقول السؤال، تمام. او تي فالو ماردي، اين تذهب يوم الثلاث؟ هنا قال الويك اند، والثلاث مش ويك اند. كيل جور دو لا سيمان اي لو ويك اند، ما هو يوم الويك اند؟ ده مش سؤال. بور لو ويك اند، بالنسبه للويك اند. او تي فا، اين تذهب؟ هو دي الاختيار المظبوط. شوازي بوان او سي، نقط ايضا. تي اكورد اس في تي، طالما هنا تي لازم يكون توا، وانت ايضا. نقط كوبين تي ام، هنا كوبين جمع مؤنث، كوبين لازم تجيب لها كال جمع المؤنث. جون اي موا، جون وانا، جون وانا اي حد، وانا يا شباب بيساوي مين؟ بيساوي نو. نو بتاخد الفيرب. الون جو في او تيران دو سبور، كلمه ماتان وكلمه سوار، تاخد لو، لو ماتان ولو سوار، ما باخدش قدامها اي حرف جر. مي بارون فون، والدي يذهبان سوبر مارشي، من الاماكن المذكر، تاخد او سوبر مارشي. لو ديمونش يوم الحد، جو ني با بوان كلاس، انا ما عنديش. هنا برضو يا شباب الجمله المنفيه، جو ني با، طالما منفيه هيجي بعديها دو. جو نقط مويان اون انجلي، انا متوسط في الانجليزي. هنا هيتكلم على فيرب اتر، جو سوي، والاجابه واضحه ومش محتاجه كلام. ريبون ا سيت ايميل، رد على هذا الايميل. سالو، هنقول له سالو. لو ماردي تو يا كيل ماتيير، يوم الثلاث عندك حصص ايه او مواد ايه؟ هم قايل له جي لوماردي، يوم الثلاث. جي انا عندي فرنسي انجلي مات سيونس، اي مواد يعني، او ميوزيك. اي كومبيان دو كور تويا، كم عدد الحصص اللي عندك؟ تويا هتبقى جي. ويت كور بار جور، عندي 8 حصص في اليوم. الموضوعين الاول، بريزونت لا فامي دو تون نوفو كوبان فرنسي، قدم عائله زميلك الفرنساوي الجديد. اون كاتر فراز، في اربع جمل، قدم فيها بير وجران بير وسير. هتقول مثلا جي ان نوفو كوبان فرونسي، انا عندي صديق فرنساوي جديد. سون بير سابيل بيير، سون جران بير اي ايبر ديناميك اي ايل سابيل مارتان، سا سير ا كانزون، اخته عندها 15 سنه، الي بلوند. يبقى انا كده عملت 6 جمل وظبطت الدنيا. ديكريتا كلاس، اوصف فصلك، طبعا الكلام اتكرر. كيل اوبجي، ايه الحاجات اللي موجوده فيه؟ هقوم قايل دوم كلاسي ليا، في فصل يوجد ان تابلو، ان تي ان اي، دي تابل، دي شيز، ان اورديناتور، اون بورت، اون فينتر، وغيره. كومبيان ديليف، دوم كلاس ليا 20 ليف، 30 ليف، 40 ليف، اكتب اي عدد محدش هيعد وراك. كيل بروف تي ام، مين المدرسين اللي انت بتحبهم؟ هتقوم قايل جام، انا احب مسيو وليد طبعا، لو بروف دو فرونسي، ايه واختار اي مسيو تاني او اي مستر تاني انت بتحبه. اكزامان 4، الامتحان الرابع، بيقول بونجور جو سوي كونتون دو شاتي افيك ان امي فرونسي، صباح الخير انا مبسوط او سعيد دو شاتي، ان انا بعمل شاتنج او بدردش مع صديق فرنساوي. جو سوي ايجيبسيان، انا مصري. دو كير، من القاهره. جو بارل تري بيان لو فرونسي، انا بتكلم فرنساوي كويس جدا. اي انجلي، وانجليزي. تري بيان، تمام. جو سوي اون بروميير اني سيكوندير، انا في اولى ثانوي. مون ليسي اي جران، مدرستي كبيره. دون لو ليسي، في المدرسه. اليا تروا تيران دو سبور، في 3 ملاعب رياضيه، فوت باسكيت اي تنس، واحد للفوتبول، واحد باسكتبول، واحد للتنس. اليا اوسي، ويوجد ايضا ان جيمناز اي اون جراند بيبليوتيك، في صاله العاب رياضيه ومكتبه كبيره. J'adore les activités manuelles et la musique. انا بعشق الاعمال اليدويه والاشغال اليدويه والموسيقى. Ma famille est petite، عائلتي est petite، صغيره. Mon père علي، بابا علي. Ma mère منى، ماما منى. Ma soeur سعاد، اختي سعاد. Et moi نبيل، وانا نبيل.
اتوا وانت بارل موا، كلمني دو تون ليسي عن مدرستك، ا باري اي تا فامي وعن عيلتك، كلمني عن مدرستك في باريس ها وتا فامي وعائلتك. نبيل اكري لو ميل ا، نبيل بيكتب الايميل الى سون بير ان كوبان فرونسي ان كوبان ايجيبسيا، طبعا بيكتبوا الان كوبان فرونسي اللي هو ساكن في باريس. دون لا فامي دو نبيل، في عائلة نبيل إليا كم عدد الأشخاص؟ هو قال له بابايا علي وماما منى وأختي سعاد وأنا نبيل، طبعا الأب والأم والولد والبنت هيكونوا 4 بيرسون. كومبيان دو لونج، كم عدد اللغات الإترانجير، ونركز جدا اللغات الأجنبية اللي نبيل بارل، نبيل بيتكلمها. نبيل بيتكلم إن لونج، وقال له جو بارل تري بيان فرونسي إي أونجلي، بتكلم لغتين أجنبيتين غير اللغة الأصلية اللي هي اللغة العربية، بيتكلم هيتكلم دو لونج. نبيل اتودي دون ان ليسي، في مدرسة اون فرانس او كير ا باري، طبعا مدرسته وقال على نفسه او كير، وبالتالي هتكون الإجابة او كير. طبعا هنا ده ديالوج اونت لور تيو لور تيو لور تيو، ودخل بول في الكلام، ولور وبول كده في ثلاث أشخاص بيتكلموا. لور بتقول تيو تيو لا تخوس اي تاتوا، هل المقلمة تكون لك؟ تيو هيقول لها لا تخوس كلي سا كولور، ما لونها؟ تقول له بلو مارين، أزرق كحلي. هيقول لها نو الي ابول، انها تكون لبول لو نوفو كاماغا دون كلاس، زميلنا الجديد في الفصل. طب كده عرفنا ان بول زميلهم جديد في الفصل. لور هتقول له بول تيا تاتروس، معاك مقلمتك؟ قال لها نو جو نو لا تروف با، انا لا اجدها، انا مش لاقيها، جو نسي با او الي، انا لا اعرف اين تكون هي. هتقوم لور قايله له فوالا تاتروس، ها هي مقلمتك، الي دون لا كور دو ريكري، انها موجوده في الملعب بتاع الفسحه. ميرسي اتوا، شكرا لك يا لور. لور تروف لا تروس دو تيو، لور وجدت المقلمه بتاعه تيو، طبعا غلط لانها مقلمه بول. بول اي ا نوفيل ايليف، بول يكون تلميذ جديد دون لا كلاس، ايوه لانه هنا قال نوفو كامراد، هنا نوفو مفرد مذكر عشان بعديها كامراد مفرد مذكر. طب نوفيل هنا بال ليه جت كده مع كلمه ايليف أولها فويال، فنوفيل بقت بقل واحدة مع المفرد المذكر المبدوء بحرف فويال. لا تخوس دو بول، المقلمة بتاعت بول ني با بلو، لا تكون زرقاء، طبعا فو غلط لأن هي زرقاء. دون لو ديالوج، في الديالوج اون تروف دو في اي ان جارسون، بنتين وولد، طبعا غلط لأن هما ولدين وبنت. شوازي انا ميتو دوموندو لو نومبر دو بيرسون دون تا فامي، صديقك بيسألك عن عدد الأشخاص الموجودين في عيلتك. إيل دي هو هيقول، هو بيسألك عن عدد الأفراد في عيلتك، هو هيقول إيه؟ إليا يوجد 6 أفراد؟ لأ. كومبيان دو بيرسون إليا دون تا فامي؟ هي دي الإجابة الصحيحة من غير ما نكمل. هنا بيسأل طبعا عن عدد الزملاء في المدرسة. ليز أتلاس، الأطلس كيس كو سي، يطلع إيه الأطلس ده؟ سو سون دي ليفغ أفيك ديز إستوار، كتب فيها قصص أو حكايات. Ce sont des livres avec des cartes des pays، فيها خرائط للبلدان، ودي طبعا إجابة صحيحة لأن الأخيرة فيها رومان روايات. Aujourd'hui النهاردة le prof d'anglais est absent، مدرس الإنجليزي غايب. Tu dis، أنت هتقول إيه؟ طبعا هتزقط. On a cours d'anglais aujourd'hui، عندنا حصة إنجليزي النهاردة. On n'a pas anglais aujourd'hui، ما عندناش إنجليزي النهاردة. L'anglais est facile، الإنجليزي سهل، طبعا هتقول ما عندناش إنجليزي النهاردة. انا ميتو دوموند ستا شانسون بريفيري، صاحبك بيسالك عن اغنيتك المفضله، هو هيقول هنا هو هيقول السؤال عن الاغنيه، هيقول لك تو ام شونتي اون انجلي، بتحب نغني بالانجليزي ولا كل شانسون تي بريفير، طبعا هو قال هنا قال لي شانسون يبقى هي كلمه شانسون. تو دوموند انا مي، انت بتسال صاحبك اوني كيل جور، احنا في اني يوم يا جماعه. ايل دي هو هيرد يقول نو سوم لو سامدي، نحن نكون يوم السبت، وهي دي الإجابة الصحيحة. لو جودي مش عارف إيه، أنا مات، طبعا دي كلها إجابات مش صحيحة. تو دوموند أن كوبان سون رونديفو أفيك لو بروف، بتسأل زميلك عن ميعاده مع المدرس، ميعادك إمتى؟ أنت هتقول له إيه؟ هتسأله سؤال عن الموعد. أ كولور تو فا شي لو بروف، في أي ساعة أنت تذهب عند المدرس؟ أ كولور كومونس لو كور، في أي ساعة تبدأ الحصة؟ جي رونديفو ا نيفر افيك لو بروف، عندي ميعاد الساعه 9 مع المدرس. طبعا انت بتساله السؤال الاول ا كولور تي فا شي لو بروف. تي بارل دو تيز اكتيفيتي سور لو تيران دو سبور، بتتكلم عن انشطتك في الملعب الرياضه، ملعب الرياضي. تي دي هتقول ايه؟ جيم لير دو رومون، بقرا روايات في الملعب. جو شيرش دون لو ديكسيونير، بعمل سيرش في الديكشنري في القاموس.
طبعا الاتنين اللي فاتوا ما ينفعوش، جوجو او تنس اي او باسكت، بلعب تنس وباسكت. السؤال الثالث شوازي لو بيغو اي ا سي سون بيغو، هنا بنتكلم على سون بيغو مكتبه هو او مكتبها هي، ما ينفعش اقول موا ولا توا ولكن ينفع اقول لوي. إليا يوجد نقط اوبجي دون تون ساك، كلمة اوبجي جمع بس جمع مذكر، بالتالي هاخد كل اللي بقل اس. سي نقط جلوب تيرست، كلمة جلوب كلمة ماسكولان، لو جلوب تيرست وانا بشرح في الدرس قلت ان كلمة جلوب تخم او تغش اخرها كده او بتنطق البي وهي مليانة فتحس ان هي في ميناء ولكنها ماسكولان. إل نيا با كلام اتكرر كتير، النيا با بيجي بعدها دو ولكن هنا هتبقى دو ابوستروف عشان اورلوج اولها حرف الاش. نقط اي كيل اور مانتينو، طبعا بنتكلم على الاور بصيغه ثابته وهي ايلي، ايلي محدش يتغر ويقول لي ان اور في ميناء فهناخد لها ال، لا يا جماعه ده اكسبريسيون ثابت، قالب ثابت بيستخدم للتعبير عن الساعه. ايل اي كيلر، لو ستيلو روج القلم الاحمر، اي القلم الاحمر يا جماعه اكي يكون لمن، القلم ده تبع مين او بتاع مين. إلي فور اونراب، طبعا إلي هو يكون فور اونراب ده فيرب اتر. هنا الايميل بونسوار، هرد واقول له بونسوار. كيل اكتيفيتي بريفير تو اليكول، ايه الانشطه اللي بتفضلها في المدرسه، هرد واقول له جو بريفير انا افضله، جو بريفير لير، جو بريفير سيرفي سور انترنت، جو بريفير ترادوير، جو بريفير الي او سيلف، جو بريفير الي او سي دي اي، جو بريفير لكور بفضل حصص، جو بريفير اي حاجه ممكن تعملها في المدرسه. او تي فا بور لير ان رومون، اين تذهب لتقرا روايه، جو في طبعا او سي دي اي اذهب الى السي دي اي. طيب هنا انجاج ان ديالوج افيك ان كوبان فرونسي سور سا جرامير، اعمل ديالوج مع زميلك عن جدته، اساله عن اسمها وعمرها والوصف الشكل بتاعها. كومون سابيل، كيف تسمى تا جرامير جدتك، ما جرامير سابيل كذا، اي اسم مؤنث. كيلاج إلا، كم عمرها، هيرد يقول لك إلا كذا سنة. ديسكريبسيون فيزيكا تقول لك كومو ألي، كيف هي تكون، هيقول لك ألي جراند بيتيت مانس بلوند روس، أي صفة من صفات الشكل اللي احنا اتفقنا عليها وخدناها قبل كده. بريزونت تون سبور بريفيري، قدم رياضتك المفضلة ألا كلاس أون كاتر فراز، في قدم رياضتك المفضلة للفصل في أربع جمل. هتقول إيه هي الرياضة اللي بتفضلها، هتقول جو بريفير لو فوتبول لو تنس لو باسكت بول. افيك كي مع مين، هتقول جو جو أنا بلعب سو سبور هذه الرياضة، افيك افيك مع عمر أو افيك ميزامي مع أصحابي. أو أين أون فا أو كلوب، بنذهب إلى النادي بور جوي لكي نلعب. الامتحان الخامس ده ديالوج اونتر جولي ليا جولي ليا جولي ليا جولي ليا، واضح ان اتنين بس اللي هيتكلموا. سالو ليا، هاي ليا، تو فا اكيل ليسي، انت بتروحي مدرسة ايه؟ جو في او ليسي سان ديني ا باري، بروح مدرسة القديس دينيس في باريس. اللي بتتكلم هنا اسمها ليا، كيل اوبجي اليا دون تا كلاس، ايه الحاجات اللي في فصلك؟ ليا بتتكلم بتقول دون ما كلاس اليا دي تابل دي شيز ان تابلو ان تي ان اي، اليا ان اورديناتور بور شاك إليف، يوجد أورديناتور كمبيوتر بور شاك إليف لكل تلميذ. دي نقطة مهمة ولازم ناخد بالنا من كلمة شاك اللي هي بالإنجليزي every every student. جولي بتقول إيه تون ليسي، طب ومدرستك أنت إلي كومو، المدرسة يا ترى أخبارها عاملة إزاي. إلي جران دي كبيرة 45 كلاس 45 فصل 3 تيران دو سبور 3 ملاعب رياضية أن سي دي إي وصالة ألعاب رياضية اي دو جيمناز واتنين جيمناز واتنين صالات للالعاب البدنيه. جولي هتقول لها تيام كيل اكتيفيتي اتون ليسي، بتحبي انشطه ايه في المدرسه. لو ليسي بروبوز دي فواياج، المدرسه بتقدم لنا فواياج رحلات. مي جادور لو تياتر، ولكن خد بالك قوي من كلمه مي، هي المدرسه بتقدم رحلات ولكن جادور لو تياتر، انا بعشق المسرح، عشان اكيد هيسالك فيها دي. دون لو ليسي دو ليا اليا، في المدرسه بتاعت ليا يوجد ان تيران دو جيمناز 40 كلاس 40 فصل، لا هم 45 دو جيمناز، ايوه هو هنا دو جيمناز ان تيران، لا لان هم 3 تيران والاجابه طبعا دو جيمناز. كيل اكتيفيتي ليا ايما ليكول، ايه النشاط اللي ليا بتحبه في المدرسه، لسه قايلها اخر جمله اللي هي لو تياتر لما قالت جادور لو تياتر. دون سا كلاس في الفصل بتاعها اليا يوجد ان سي دي اي دي شيز تروا تيران دو سبور، طبعا هنا في الفصل مفيش حاجه تنفع غير شيز. كومبيان دو كلاس، كم عدد الفصول الموجوده في مدرسه ليا، هي قالت هنا اهي 45،
ادي 45 كلاس 45 فصل. وهنا أهمية إن أنت تبقى عارف الإيه، الأرقام بالكتابة والأرقام بالحروف. سالو هاي أو أهلا، جو شيرش دي كوبان فرونسي سور انترنت، أنا بدور على زملاء فرنسويين على الإنترنت. جيم تشاتي، أنا بحب أعمل شاتينج أون فرونسي. جو مابيل مونا سامي، أنا اسمي مونا سامي. 17 سنة، أو ليسي في المدرسة. جادور لي مات، بعشق المات. اي لي لونغ، واللغات، سورتو لو فرونسي، خاصة الفرونسي. مهمة كلمة سورتو. ما فامي سو كومبوز، عائلتي تتكون. سو كومبوز فعل مهم وبيجي في أسئلة كتير. عائلتي تتكون دو سيت بيرسون، من 7 أشخاص. مون بير سامي، بابا سامي. ما مير فريدة. مون فرير علي. ما سور ناديا. اي مي جران بارون، وأجدادي الاثنين عمر اي فاطمه. مي بارون سون بروفيسور، بابايا ومامتي الاثنين بروفيسور دو مات، هما الاثنين مدرسين رياضيات. دو مو ليسي، في نفس المدرسه بتاعتي. دي كلها معلومات مهمه. مون فرير اي ما سور، اخويا واختي. سون جيمو، اخويا واختي توام. ايلزون تريزون، هما عندهم 13 سنه، اخوها علي واختها ناديه. تمام. مون جران بير، جدي ا 65 عنده 65. ايه ما جرام مير اوسي، كلمة اوسي دي عليها سؤال. وجدتي ايضا، ذكرت معلومة هنا على واحد وقامت قايلة على التانية ايضا. طبعا اللي وقعت في الاخر مونا. فري وفو، صح وغلط. مونا نو بارل با تري بيان فرونسي، لا تتكلم جيدا الفرنسي. طبعا فو، لانها كتبت ديالوج اهو بالفرنسي، او كتبت تكست بالفرنسي، وقالت انها بتحب اللغات، وقالت انها شاطرة وخاصة في الفرنسي. إليا سيت بيرسون دون لا فامي دو مونا، يوجد 7 أشخاص في عائلة مونا. هي قالت سيت بيرسون، تبقى الإجابة فري. مسيو سامي، هنا إم دي يعني مسيو. مسيو سامي أ دو في إي أن فيس، عنده بنتين وولد. طبعا عنده بنتين وولد، عنده البنت اللي بتتكلم اللي اسمها مونا، والبنت التانية اسمها نادية، الولد اسمه علي، يبقى الإجابة هنا فري. لي جران بارون، الأجداد بتوع مونا، أو 65 عندهم 65. واحد عنده 65 والتانية أيضا، بالتالي هما الاثنين عندهم 65 والجملة هتكون صحيحة. شوازي تو يور رونديفو ا فانتور، انت عندك ميعاد الساعة 8. الساعة هنا فانتور، الساعة 20 هنشيل منها 12 تبقى الساعة 8 مساء. تو دي انت هتقولها ازاي؟ جي رونديفو لو ماتان، عندي ميعاد الصبح. لو رونديفو اي اويتور دي سوار، 8 مساء. جي جو ني با رونديفو، طبعا الإجابة هتكون دي. Tu demandes à un ami où il va en vacances. بتسأل صاحبك أين يذهب في الأجازة. Il dit، هو هيقول. Où tu vas en vacances، أين تذهب في الأجازة. لا، en vacances je vais à la montagne، في الأجازة بروح الجبل. هي دي الإجابة الصحيحة، ومن غير ما نكمل. Tu es fils unique، خدنا فيس يعني ابن، unique وحيد. أنت تكون ابن وحيد. Tu dis، هتقول إيه. إيه الجملة المناسبة اللي تقول إن أنت ابن وحيد. Moi je n'ai pas d'oncle، أنا ما عنديش أعمام. Je n'ai pas de frère، ما عنديش اخوات. Ma soeur s'appelle Mona، طبعا هنا هقول ما عنديش اخوات. Tu demandes à un ami son sport préféré، انت بتسأل صاحبك عن رياضته المفضلة. Tu dis، هتقولها ازاي. Tu aimes quel sport، بتحب اني رياضة. Quel sport préfère-t-il، دي مهمة جدا، تودي في داهية دي. هو انت بتسأل صديقك، مش بتسأل على واحد تاني. طالما بتسأله هو هتقوله tu، هي دي الاجابة الصحيحة. Tu demandes à un ami son sport préféré. Tu dis، الجملة دي فيها غلطة بسيطة جدا يا شباب، هقولها. تو دوموند ا تونامي، او انت بتسأل صاحبك، هنا المفروض سا كولور بريفيري، عن اللون المفضل بالنسبة له، مش سبار. كولور بريفيري تو دي، وهو هيقول بقى، نخليها ايل دي، هو هيقول. جادور لو روج، انا بعشق اللون الاحمر. جونيم بالو نوار، ما بحبش الاسود. لو بلو سي لا كولور دو ستيلو، الازرق هو لون القلم. طالما بتسأله عن اللون المفضل، هو هيقول انا بعشق اللون الاحمر. L'arbre généalogique، شجرة العائلة، c'est quoi، تطلع ايه. C'est un arbre avec des fleurs، هي شجرة فيها ورد. Ce sont les membres de la famille، هم أفراد الأسرة. C'est une plante au jardin، هي نبات طالع في الحديقة، طبعا هي أفراد الأسرة. Tu as 17 ans، عندك 17. Et ta soeur a 14 ans، عندها 14 سنة. انت هتقول ايه. Elle va au lycée، هي بتذهب للمدرسة. J'ai une grande sœur، عندي أخت كبيرة. J'ai une petite sœur، عندي أخت صغيرة، وطبعا هكون دي. شوازي أي، أول ما تقول أي، نقط جامب مي فون مال، تؤلمني، يا ترى رجلين مين؟ طبعا كلمة جمع، على طول هتاخد مي. تو شوازي، أنت هتختار كولور، كلمة كولور مؤنث جمع، مؤنث جمع هتاخد كال. كومبيان لازم يجي بعديها دو، يا إما دي أو يا إما دو أبوستروف، حتى لو الكلمة آخرها إس.
طبعا هنا هتاخد دو. ماماغ فا، ماما تذهب. بولونجري كلمة آخرها إي تبقى فيمينا، تاخد طبعا ألا بولونجري. توا أنت، لازم هنا أجيب بعديها تي. تي فا أليكول. جون إي نقط نو، أي حاجة إي موا ناقص هنا موا، أي حاجة إي موا بتساوي نو. فو نقط مويا أون أنجلي، أنت متوسط في الإنجليزي طبعا. فو زات يو آر، أنت تكون. ريبون أ سيت إيميل، رد على الإيميل. سالو هرد وأقول سالو. سافا هقول له سافا بيان. تو يا كيل ماتيير لولاندي، ايه المواد اللي عندك لولاندي. تو يا هحولها الى جي، اللي هي جي ابوستروف ا اي، انا عندي. وقلت 3 4 مواد زي فرنسي انجلي عرب مات سبور لولاندي، واكتب يوم الاثنين. طيب الموضوع الاول، بارل دو تون اون بلوا دي تون، اتكلم عن جدول حصصك. دون زين جورني سكولير، في يوم من ايام الدراسه. هتحدد اليوم وبعدين تقول عندي ماث وعندي ريكرياسيون. ده اتقال كتير قبل كده، هقول مثلا لولاندي يوم الاثنين، جيم لولاندي او جادور لولاندي، انا بعشق يوم الاثنين. جي دو كور دو مات، عندي حصتين مات. ان كور دو سبور، حصه بي اي. ان كور دو ميوزيك، ان كور دو فرونسي. مي جو ني با، واقول جمله ثانيه بقى مي، ولكن جو ني با، انا ما عنديش دو دونغلي، ما عنديش انجليزي مثلا. بوندون لا ريكري، اثناء الريكري. جو جو او فوتبول، او جو كور، انا بجري. او جو في او سي دي اي، بروح السي دي اي. او جو برون لو بتي ديجوني، او جو ديجون، انا بتغدى. او سيلف، بتغدى في السيلف سيرفيس، وهكذا. ممكن تقول حاجات كتير جدا. بوز كاتر كيستيون، اسال اربع اسئله. ان كوبان بور سافوار بلو سور سا فامي، هنا عايز منك اسئله، يعني عايز منك اربع اسئله علشان تعرف عن عائله او عائله زميلك. اسالوا عن بابا، واسالوا عن مامته، واسالوا عن اعمار، اسالوا عن اسم، اسم الناس كلها. كومون سابيل تون بير، كومون سابيل تا مير، كومون سابيل تون جران بير، كومون سابيل تا جران مير. اسالوا عن اعمار الناس كلها. كيلاج، كيلاج اتيل، كيلاج ال اتيل طبعا. اسالوا عن ايه كمان، كومون الي، كومون الي، كيف هو يكون وكيف هي تكون. اديك عملت 6 7 اسئله بمنتهى البساطه. كده يا شباب احنا في الفيديو ده خلصنا 5 امتحانات. الوقت طول شوية، ان شاء الله في الفيديو الجاي هنكمل بقية الامتحانات اللي جات في كتاب لكسبير لمسيو عمات هديب. استنوني في الفيديو الجاي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تديني لايك وتعمل شير عشان زمالك تستفيد. واستناني في الفيديو الجاي ان شاء الله. وشكرا جزيلا. اورفوار مسيو وليد مصطفى على قناة وموقع فرنشاوي. شكرا، اورفوار.